الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا العبد المعيد والرسول المسجد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. عطروا أفواهكم ونوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اختلف المفسرون حول شأن نزول هذه الآية المباركة، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. من هذا الذي تتحدث عنه هذه الآية المباركة؟ ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالآية هم المنافقون، والمنافق هو من يظهر الإيمان ويبطن الكفر والنفاق. وذهب قوم من المفسرين إلى أن المقصود بها هو المرائي، والمرائي هو الإنسان الذي يتظاهر بأن عمله لله وقد لا يكون عمله لله. وهناك من المفسرين من ذهب إلى أنها نزلت في شخص اسمه الأخنس ابن شريق. الأخنس ابن شريق جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم، وحسن إسلامه وكان حلو الحديث، لما يتكلم تنبهر فيه، تتأثر بكلامه، كان له قابلية على الكلام والتعبير والبيان، له قدرة بالغة، ولذلك كان يتأثر الناس إذا رأوه، يشوفوا كلامه موزون معتبر لطيف. ولكن هذا الرجل ارتد بعد فترة، ارتد عن الإسلام ومر على قوم من المسلمين فأحرق الحرث يعني الزرع، وسرق قطيع من الماشية منهم، فنزلت هذه الآية في حقه. وعلى كل تقدير، الآية الكريمة تتحدث القاسم المشترك بين هذه الأقوال الثلاث أو الأربع هو من يظهر شيئا ويخفي شيئا ثانيا. وبعبارة عصرية، الآية تتحدث عن هؤلاء الذين يعانون من ازدواج في الشخصية قدام الناس، شيء تلاقيه لطيف، كلامه شيء، عامل حاله مؤمن خير، لكن في السر هو شيء آخر. يظهر الإيمان ويظهر التقى ويظهر الصلاح، وإذا تكلم تصورته سلمان الفارسي أو أبو ذر الغفاري، لكنه هو في الواقع ليس أكثر من تاجر من تجار الدين، يتاجر بالدين، مجرد مهنة. شايف واحد يتاجر بالدجاج وآخر يتاجر
الجبن والبضاعة، هذا يتاجر بالدين، بضاعته بيع الدين، حتى يكسب أموال، حتى يكسب شهرة، حتى يكسب سمعة، يبيع دينه بشيء من الحطام، شيء بسيط من حطام الدنيا. ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام في مجلس يزيد بن معاوية حينما دخل هو وأسرة آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان هناك خطيب يشتم أمير المؤمنين ويشتم فاطمة الزهراء ويشتم الحسن والحسين، ورجل خطيب معمم رجل دين، لكنه باع نفسه للشيطان. التفت إليه الإمام زين العابدين قال: أيها الخاطب، لقد اشتريت، انتبهوا، لقد اشتريت معصية الخالق برضا المخلوق، فتبوأ مقعدك من نار جهنم. أعطاك يزيد كم قرش، كم دولار، كم درهم، في مقابل هذه الدراهم بعت دينك، اشتريت بها سخط الله عز وجل. وهكذا التاريخ يحدثنا عن نماذج كثيرة، عن أناس تنطبق عليهم هذه الآية الكريمة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لما يتحدث تنبهر به، وهذا شأن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، تنبهر فيهم. المنافق منافق يكون شاطر بالحكي، شاطر في خداع الناس، شاطر في التمظهر بمظهر الدين والتمسكن وإعطاء صورة مقدسة عن نفسه، وهو ليس إلا تاجر من تجار الدنيا يبيع نفسه للسلطان من أجل الفتات. القرآن الكريم يحذر من هؤلاء، يحذر من خطر هؤلاء ومن أثر هؤلاء في الدين. يقول أحدهم: كنت أسكن في حوران، حوران منطقة في سوريا قريبة من دمشق، كنت أسكن في حوران، وكنت أأتي، هذا في زمن بني أمية، وكنت أأتي إلى الشام، الشام يعني دمشق، كنت أأتي إلى الشام مرة في الشهر لأخذ عطائي، راتبي، استلم راتبي. يقول: مرة أجي بالشهر أستلم راتبي وأرجع. جئت ذات مرة لأخذ عطائي، وكان يوم جمعة، وقد انتهى الناس من صلاة الجمعة، فرأيت شيخا جليلا وقورا قد ارتقى المنبر في مسجد، في المسجد الأموي بالشام. وكان هذا الشيخ الجليل يتحدث ويعظ الناس، وكان يصف الجنة ونعيم الجنة حتى أنه شوقنا إلى الجنة، واشتاقت قلوب الناس بعد سماعهم إلى موعظته، اشتاقت قلوبهم إلى الجنة، وانبهرت به وبحديثه. ثم تحدث عن النار وصفات نار جهنم والعياذ بالله، فخوفنا من النار ومن عذابها وحريقها، فخاف الناس وصاروا يبكون وتعوذوا بالله منها، وتأثر الناس بخطابه وموعظته. فلما أراد أن ينتهي من موعظته قال: دعونا نختم مجلسنا هذا بلعن أبي تراب، ثم أخذ يلعن أبا تراب. من هو أبو تراب؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول: فأخذ يلعن عليا، وأخذ الناس معه يلعنون عليا عليه السلام.
فانبهرت وانصدمت. معقولة هذا اللي هسه كان يتكلم عن النار والآخرة والجنة يشتم عليا؟ فلما نزل من المنبر تقدمت إليه قلت له يا هذا أو تعرف عليا؟ قلت يمكن هذا مخربط ما يعرف من علي أو يتكلم عن علي آخر. قلت له أو تعرف عليا؟ قال بلى، علي بن أبي طالب صهر رسول الله وزوج فاطمة ابنة رسول الله وأبو الحسن والحسين، أعرف جيدا. هذا نموذج من هؤلاء الذين يتحدث عنهم القرآن الكريم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه أنه صادق. لما يتحدث يتحدث بلهجة الصادق، بلهجة الورع التقي، ولكنه في الواقع آفة من آفات الدنيا ومصيبة من مصيبات الدين. هذا ما نشاهده اليوم أيها الأعزاء أحيانا على الفضائيات. شوف رجل دين تعلوه سماء حسب الظاهر الصالحين، يتحدث عن النبي، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعضهم يحفظ القرآن يحفظ الأحاديث، ولكنه في نفس الوقت يكفر المسلمين، يبيح دماءهم، يفتي بقتلهم، يكفر شريحة واسعة من المسلمين. لماذا؟ لأنهم اختلفوا معه، لمجرد أنهم اختلفوا فكريا معه يكفرهم، يخرجهم عن الدين، يضعهم على اللائحة الإرهابية. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. عن هؤلاء يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه بأعلى أصواتكم، يقول إن من عباد الله قوما، جاء في الحديث إن من عباد الله قوما ألسنتهم أحلى من العسل، اسمع له كلام أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر. الصبر الحنظل، لسانه حلو لكن قلبه أمر من الحنظل، أمر من الصبر. يلبسون للناس جلود الظأن من اللين. الظأن يعني الخروف، يعني عامل حالة ناعم، مؤمن، خير، تسمع له تقول ما شاء الله، شو هالنعومة، شو هالرقة، شو هالإيمان، شو هالتقى. يلبسون للناس جلود الظأن من اللين، يشربون يشترون الدنيا بالدين. كل هدفه حتى يستحوذ على أموال الناس، يبيع لهم الدين، يبيع لهم الدين لا أكثر ولا أقل. جاء رجل اسمه سمرة ابن جندب، بالمناسبة سمرة ابن جندب صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الرجل له مواقف مسيئة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. إحدى مواقفه أنه كان يملك نخلة في بيت رجل أنصاري، الأرض للأنصاري، يعني البيت للأنصاري والنخلة لهذا الرجل لسمرة. فكان يأتي سمرة يدخل البيت من دون استئذان حتى يسقي الشجرة النخلة، فكان الأنصاري صاحب المنزل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويشتكي، يا رسول الله هذا الرجل يدخل علينا في البيت، مرتي مو محجبة، يدخل من دون استئذان من دون إعلام، طيب في البيت مرة حرمة يجب أن تراعي الحرمات. هذا كان يدخل ويتسبب بإزعاج هذا الرجل لمجرد أنه شنو عنده نخلة يريد يسقيها. فبعث وراءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له يا سمرة هذه الشجرة بيع لنا إياها
احنا نشتريها منه بثمن. قال لا أبيعها يا رسول الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا سمرة بعني هذه الشجرة أو النخلة وأنا أضمن لك عند الله نخلة في الجنة. قال ما أريد. قال أضمن لك نخلتين عند الله في الجنة. قال لا أريد. صار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع في عدد النخل والرجل يرفض. قال طيب لما تدخل على الرجل هذا استأذن منه. قال لا استأذن يا رسول الله، ما استأذن، أفوت غصبا عنه. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صاحب المنزل الأنصاري، قال اذهب إلى نخلته فاقلعها وارمي بها وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذا الرجل سمرة بن جندب هذا بعد ما تولى معاوية السلطة أمره أن يشتم علي بن أبي طالب. سمرة بن جندب كان من قواد فترة، كان من قواد معاوية. جاء يوما إلى الشام فقال له معاوية يا سمرة اصعد إلى المنبر، وانت صحابي وأهل الشام سذج، معروف عن سذاجتهم أنهم أناس سذج يخدعون بأبسط الأساليب، اصعد إلى المنبر وقل للناس أنك سمعت هذا الحديث من رسول الله، أن هذه الآية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، اصعد إلى المنبر وقل إن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب. فقال له سمرة بن جندب قال ما عندي مانع، بس هذا ثمن، هذا بده فلوس تدفع لي الأجر. فكم الأجر الذي تدفعه؟ قال أدفع لك 100,000 درهم. قال لا، 100,000 قليل. أدفع لك 200,000. قال 200,000 قليل. أدفع لك 300,000 درهم. قال 300,000 درهم بس أدخل نار جهنم على طول ما بتحرس، كثر السعر. قال 400,000 درهم. قال الآن وافقت، حول لي المبلغ. حولوا له المبلغ 400,000 درهم. صعد هذا الدجال الذي يسمي نفسه صحابيا، صعد إلى المنبر، منبر الشام، قال أيها الناس إني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب. باعدينا 400,000 درهم، وهذا من مصاديق الحديث النبوي الذي قال شر الناس من باع آخرته بدنياه وشر منه من باع آخرته بدنيا غيره، حتى غيره ينبسط، غيره يستفيد، غيره يعمل زعيم، غيره يعمل باشا، هو يبيع آخرته، يبيع آخرته حتى غيره يستفيد. هذا شر الناس، شر الناس من باع آخرته بدنيا غيره. عمي غيرك ده يستفيد، انت ما مستفيد شيء، معاوية يستفيد، معاوية يريد ينبسط، معاوية يريد يصير خليفة، انت شو محصل؟ ما محصل شيء، يبيع آخرته من أجل معاوية. تقول الآية الكريمة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، وهذا أعلى مستويات الدجل، أن الإنسان حتى يضحك على الناس يقولهم ترى هذا الكلام والله يشهد، يشهد الله، يشهد الله على كل شيء، كاذبا كاذبا فاجرا
يشهد الله على ما في قلبه كذبا ودجلا، وهو ألد الخصام، هو من أشد الأعداء لله، هو من أشد الخصماء لله. ثم تصفه الآية الكريمة تقول: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. تولى يعني أعرض، ذهب، بس من يروح تشوفه يفسد في الأرض. وقوم من المفسرين قالوا تولى بمعنى أصبح واليا، يعني تولى الحكم. الإنسان أيها الأعزاء يختبره الله سبحانه وتعالى بمختلف الامتحانات، ومن جملة الامتحانات التي يختبر الله سبحانه وتعالى عباده السلطة، المال، المقام، الجاه. كثير منا يلعن الظلمة، يلعن الظلمة الذين تحكموا برقاب الناس ويتبرأ منهم، يقول هذا الظالم فلان استحوذت الدنيا عليه. هارون الرشيد كان يخاطب السحاب يقول: شرقي أو غربي فلا تملك فلا تسقطين إلا فلا تنطرين إلا في ملكي. كان ماخذ حالة من الغرور، الغرور الشديد. السيد الشهيد السيد باقر الصدر يقول: كلنا يتبرأ من هارون إذا ذكر اسمه، نقول هذا إنسان ظالم. ويضرب به المثل في الإنسان الذي أتيحت له الفرصة أن يكون حاكما وملكا، ولكن تحول إلى حاكم فاسد وجائر. ثم السيد الصدر يقول: وهل أتيحت لنا دنيا هارون؟ احنا ما سوينا مثله؟ احنا نحكي على هارون، انت صحت لك فرصة مثل هارون؟ لما تصح لي انا ايضا فرصة مثل هارون وما اتصرف مثل هارون، عند ذلك فيني اقول انا انسان ناجح في الامتحان. احنا ما عرضت علينا الدنيا، ما عرضت علينا الاموال، ما عرض علينا الملك، ما عرض علينا السلطان، ولربما لو يعرض علينا الملك والسلطان نتصرف بنفس الطريق. وهذا التاريخ يشهد والحاضر يشهد، كم من أناس كانوا عايشين حياة الزهد وحياة التقى والورع في الظاهر، لكنه حينما عرضت عليهم السلطة والأموال انغمسوا في الفساد، انغمسوا، نسوا أنفسهم. أولئك نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ينسى، هذا كان سابقا عامل حالة مؤمن متقي ورع. عبد الملك بن مروان كان في مسجد الرسول يباشر مسجد الرسول صباحا ومساء، قاعد في المسجد يقرأ القرآن، عنده قرآن مصحف يقرأ القرآن ويصلي ويصوم، ما عنده شغلة أخرى، إلى أن سمي بحمامة الحرم. شايفين حمام يلازم الحرم أحيانا، هذا لكثرة ملازمته لحرم الرسول سمي بحمامة الحرم. هذا الرجل عبد الملك بن مروان كان جالس في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما بشروه بالخلافة، أن الخلافة انتقلت إليك، أنت أصبحت الخليفة. والخليفة كان يجيبوا له خاتم بالخلافة ويصبح هو الخليفة. بشروه بأن الذي قبلك مات وانتهت الخلافة إليك، فقال: أنا صرت الخليفة؟ قالوا: نعم. فكان يقرأ القرآن، أغلق القرآن، قبله، وضعه جانبا، وقال: هذا فراق بيني وبينك، وقام. هو نفسه بعدين يروي يقول: أنا كنت إذا أمشي في أزقة المدينة فأمر على جندب، جندب الجرادة العرب يسموها جندب، كنت إذا أمر في أزقة المدينة فأمر على جندب كنت أتحاشى أن أضع قدمي عليه. تقوى، شوف التقوى،
تقوى عندما كان يدعس على جرادة خوفا من الله عز وجل. أما الآن فيخبرني الحجاج أنه قد قتل الآلاف فلا يهتز لي طرف. الحجاج باسمه وباسم بني أمية كان يقتل الآلاف، الآلاف كان يقتلهم كل يوم من الصباح للمساء، كان يقتل عدد من الأبرياء كل يوم. يستفتح يومه، تاريخ يذكر، كان يستفتح يومه بقتل إنسان بريء. يعني أنت تتروى الصبح تأكل لك خبز وجبن ومنائيش، أما الحجاج فكانت ترويقته الصبح يجيبوا له واحد مظلوم من السجن يقول عدموه، يؤتى بالنطع والسيف فيذبح الرجل في مجلس الحجاج ابن يوسف الثقفي. ولما مات وجد في سجنه 120,000 إنسان لم تثبت على واحد منهم تهمة. ما نعرف هذا ليش مسجون، صار لفترة مسجون، لما اجوا يردون يجردون عدد السجناء ويعرفون شنو أسباب سجنهم ما عرفوا هذا أصلا ليش مسجون، ما عرف. إلى درجة أن هناك طرفة، بس هي مو طرفة، هي في الواقع قضية مؤلمة تعبر عن حال مؤلمة كان يمر بها المسلمون في زمن الحجاج وغير الحجاج من هؤلاء الطغاة. أن الحجاج، واللطيف كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن ويحفظ بعض آيات القرآن، كان يقرأ ذات يوم القرآن وصل إلى قوله تعالى في عن ابن نوح إنه عمل غير صالح. تحير هذا شلون يقرأها هذه الآية إنه عمل غير صالح، وفي قراءة أخرى إنه عمل غير صالح. راد يتأكد لشدة تقوى واحتياط الرجل القاتل، راد يتأكد حتى ما يقرأها غلط، قال جيبوا لي واحد من القراء من مسجد الكوفة، فجابوا له واحد من القراء. لما جابوا له ودخل عليه كان الحجاج رايح للبيت، فالحرس تحير وش يسوون في هذا، حطوه بالسجن. مسكين جابوه يحل مسألة فقهية، فلما ما وجدوا الحجاج حطوه بالسجن ونام بالسجن. في زيارة استطلاعية للحجاج بعد شهور راح يزور السجن، مر بالسجن صار يسأل السجناء انت ليش مسجون، انت شنو مسوي، انت من وراء ماذا مسجون، صار يسأل السجناء. وصل إلى هذا القارئ قال له أنت في ماذا مسجون، على شنو، ما هي جريمتك، ما السبب في سجنك؟ فقال له السبب في سجني هو ابن نوح عليه السلام. قال كيف ابن نوح؟ قال أنا جابوني يمك حتى أقرأ لك الآية فانتهيت في السجن، حطوني بالسجن فأخرج الرجل. ولذلك جاء قارئ آخر وقرأ في محضر الحجاج بن يوسف الثقفي هذه السورة المباركة، سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. القارئ قرأها على النحو التالي، قال ورأيت الناس يخرجون من دون الله أفواجا. قال له الحجاج لقد أخطأت في قراءة الآية، الآية يدخلون في دين الله أفواجا. فقال القارئ ذلك زمن رسول الله، أما زمنك أنت الناس يخرجون من دين الله أفواجا بسبب تصرفاتك وأعمالك، ما حدا يدخل في الدين، ما حدا يدخل في الإسلام بسبب جرائمك أيها الحجاج. المهم أن عبد الملك بن مروان كان رجل قاعد يصلي في المسجد، عامل حاله هو مؤمن، يقرأ القرآن، يصوم، يصلي، يتلو القرآن ليلا ونهارا حتى سمي بحمامة الحرم. لكن الله سبحانه وتعالى اختبر بأن أعطاه السلطة، سوى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الحرث والنسل، البعض يقول الحرث يعني الزرع، كيف يهلك الزرع؟ يهلك الزرع بظلمه فتتوقف السماء عن قطرها، لأن من أسباب انحباس القطر المطر
كما يقول العلماء هو الظلم. إذا شاع الظلم بين الناس وشاع ظلم الظالم للرعية يحبس الله سبحانه وتعالى قطر السماء عن الناس ويصابون بالمجاعة والجفاف. ولذلك روحوا دول اللي راحين للحاج، الله وكيلك كل سنة لما نروح للحاج نشوف هذا إمام المسجد الحرم من الحرم النبوي الشريف يدعو الناس إلى صلاة الاستسقاء. ليش؟ لأنه في حاكم ظالم، في حاكم ظالم يحكم بالظلم والعدوان. الله سبحانه وتعالى بيقطع الماء، يقطع قطر السماء عنهم بسبب ظلمهم. ولما الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم الماء، المطر أيضا يكون عقاب، ينزلها عليهم يغرقهم كما فعل قبل يومين. إذن هذا الآية تقول ويهلك الحرث والنسل. كيف يهلك الحرث؟ الحرث يعني الزرع، بأن يظلم فتمتنع السماء من قطرها. الله سبحانه وتعالى يحبس قطر المطر عن الناس بسبب ظلم الظالم. فتدعون، يقول أمير المؤمنين: ألا لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون ولا يستجاب لكم. شوف الناس تدعي الله ما يستجيب. ليش؟ لأن في حاكم ظالم متسلط على رقاب الناس يظلمهم، وما دام الظالم يسير في ظلمه الله سبحانه وتعالى يقطع قطر الماء، قطر السماء. هذا رأي. الرأي الآخر يقول يهلك الحرث والنسل، النسل الأطفال، الحرث النساء، يقتل النساء والأطفال، أي أنه يمعن في قتل الأبرياء. يعني أنت عندك مشكلة تفضل واجه الرجال في ساحة المعركة، أما أن تعمد إلى قتل الأطفال والنساء فهذا منتهى الخسة ومنتهى الدناءة. عندك مشكلة مع عدوك روح قاتل في المعركة، أما أن تفجر النساء والأطفال وتقتل النساء والأطفال وهم أبرياء لا ذنب لهم، هذا منتهى الخسة والدناءة. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه تقول الروايات في يوم العاشر حانت له فرصة أن يدخل ماء الفرات أن يكشف الأعداء فيشرب، ولما أراد أن يشرب قال لفرسه: أنت عطشان وأنا عطشان فلا أشرب حتى تشرب. شرب الفرس من الماء، ولما أراد الحسين أن يشرب ناداه مناد: يا حسين أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك؟ فرمى الماء ولم يشرب. وعاد قال: يا شيعة آل أبي سفيان إن كنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، إن كنتم لا تخافون المعاد وكنتم عربا كما تزعمون فكونوا أحرارا في دنياكم. فقال له شمر: وما تقصد يا ابن فاطمة؟ قال: أقصد أنا الذي أقاتلكم وأنتم تقاتلونني، والنساء ليس عليهن ذمام، اتركوا نسائي، اتركوا حرمي، اتركوا النساء والأطفال، قاتلوني أنا ولا تقاتلوا النساء والأطفال. فقال شمر: لعمري إنه كفء كريم أقصدوه بنفسه. إذن الحاكم الظالم إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يقتل النساء، يقتل الأطفال. أعود إلى هذه النقطة اللي ذكرتها في البداية، معاوية بن أبي سفيان أرسل مجموعة من الإرهابيين. وبالمناسبة يا الأعزاء، معاوية هو من مؤسس الإرهاب في الإسلام. جماعة يزعلون بعضهم لما نقول هذه الحقائق، هذه حقائق لا يمكن أن تنكر. إذا أردنا أن نعالج الإرهاب اليوم في الإسلام، إذا أردنا أن نقتلع جذور داعش اليوم،
يجب أن نعود إلى جذورها الأصلية. وأول من أسس جذورها هم بنو أمية، هم مؤسسوا الإرهاب في الإسلام. أكبر إرهابي في تاريخ الإسلام هو معاوية بن أبي سفيان، ولا أقول هذا جزافة، لا، نقيم على ذلك الدليل. معاوية بن أبي سفيان هو صاحب مبادرات، صاحب أوليات، هو أول من رفع رأس أحد معارضيه مذبوحا وطيف به في البلاد الإسلامية. يعني أنتوا الآن تصوروا واحد الحكومة تقتله، طيب ورما تقتلوه دفنوه، هذا معاوية يعمد إلى رأس القتيل عمرو بن الحمق الخزاعي، هذا الصحابي الجليل الذي أخلقت العبادة وجهه. هذا الرجل الجليل بعد أن يقتل يقطعون رأسه ويرفع رأسه على رمح طويل ويطاف به في المدن الإسلامية جميعا تخويفا للمعارضين. هذا مو إرهاب؟ أليس هذا إرهاب؟ أن يسجن النساء، يذهب إلى زوجته ويسجنها، ما لها ذنب، يسجنها، هذا مو إرهاب؟ يبعث بسر بن أرطاط، هذا الظالم المجرم، يبعثه إلى اليمن، وكانت اليمن تدين بالولاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فيأمره بقتل الناس بشكل عشوائي، فيقتل بسر بن أرطاط، فيقتل من أهل اليمن 30,000 لم يكن لأحدهم ذنب إلا حب علي بن أبي طالب، ومن جملتهم طفلين لقثم بن العباس، واحد عمره 4 سنين واحد عمره 6 سنين، ذبحهما من الوريد إلى الوريد، فجنت أمهما على أثر مقتلهما وهامت على وجهها مجنونة في الصحراء. هذا أكبر إرهابي. هؤلاء هم مؤسسوا الإرهاب، مؤسسوا الحركة الدموية في الإسلام. لكن المشكلة اليوم الذي يدفع الثمن هو الإسلام برمته، إسلام محمد بن عبد الله، صلوا عليه بأعلى أصواتكم. هناك فرق بين إسلام رسول الله وأهل بيته والإسلام الأموي. إسلام أهل البيت يقول علي بن أبي طالب في اللحظات الأخيرة: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون قتل علي بن أبي طالب، ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي، فإن أنا عشت رأيت رأيي فيه، وإن أنا مت من ضربته هذه فضربة بضربة، ولا يمثلن بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. هذا إسلام أهل البيت، إسلام الرحمة، إسلام الشفقة، الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين ولم يأتي نقمة. يخرج أحدهم، تشوفون خطاباته: الحمد لله والصلاة على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. شلون تصير هذه هو مبعوث بالسيف رحمة للعالمين؟ فهمونا يا جماعة، كيف ممكن مبعوث بالسيف رحمة للعالمين؟ كيف؟ هل بعث النبي بالسيف أم بعث بالرحمة؟ والقرآن يصفه أنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل جاء النبي ليقتل الناس؟ هل جاء لينكل بالناس؟ هل جاء ليقطع رؤوسهم؟ هل جاء ليعتدي على أعراضهم وينهب أموالهم كما يفعلون اليوم؟ أم جاء ليكون رحمة للناس؟ نداء بسيط جدا أخطأ به شخص. لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة المكرمة أعطى رايته سعد بن عبادة. سعد بن عبادة تصرف فردي كان من عنده، هو رفع الراية ولما دخل مكة
قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. أبو سفيان جاء إلى رسول الله شاكيا، يا رسول الله شو هذا عم يقول؟ عم يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة، وهل يوجد في مكة غير عماتك وخالاتك يا رسول الله؟ فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعدا، قال يا سعد اعطي الراية لعلي، يا علي ارفع شعارا غير الشعار الذي رفعه سعد. أخذ علي الراية وصار يقول اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمة. هذا الفرق بين إسلام علي وإسلام بني أمية. هذه الليلة أيها الأحباء، هذه الليالي هي ليالي شهادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يقول مولانا الإمام الصادق عليه السلام، يقول عن فاطمة الزهراء، عن جدته فاطمة الزهراء، يقول ما زالت بعد أبيها معصبة الرأس، كانت تعصب رأسها من الآلام من الأحزان، وهي القائلة وهي الصادقة في قولها، قالت أبتاه صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. يقول مولانا الإمام الصادق عليه السلام، يقول ما زالت فاطمة بعد أبيها معصبة الرأس، ناحلة الجسم، منهدة الركن، باكية العين، محترقة القلب، يغشى، انتبهوا، يغشى عليها ساعة بعد ساعة، كانت تفيق ويغمى عليها، وتفيق ويغمى عليها، كانت تواصل الليل بالنهار بكاء، حتى جاء أهل المدينة يشتكون إلى أمير المؤمنين، قالوا يا علي إن فاطمة قد بكت فأكثرت البكاء، وإنها قد سلبتنا راحتنا، فقل لها إما أن تبكي في الليل وتسكت في النهار، أو أنها تبكي في النهار وتسكت في الليل، ما يصير بكاء ليل ونهار. فجاء علي عليه السلام وأخبر الزهراء بذلك، جايين يلومون الزهراء في موت أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصنع لها علي عليه السلام دار الأحزان أو بيت الأحزان في البقيع، فكانت تأخذ بيد ولديها الحسن والحسين وتذهب إلى البقيع إلى بيت الأحزان وتبكي هناك، وتارة كانت تذهب أيام الاثنين والخميس إلى جبل أحد حيث مشهد عمها حمزة سلام الله عليه، فكانت تبكي هناك عند قبر حمزة. يقول الإمام الصادق فلما نعيت إليها نفسها دعت أم أيمن وأسماء، أي أم أيمن هي خادمة تعمل في بيت الزهراء عليه السلام، ونعم المرأة كانت، امرأة عظيمة، كانت زوجة لزيد بن حارثة، أم أسامة لكنها معروفة بأم أيمن. وهذه المرأة الصالحة كانت تعمل أحيانا خادمة في بيت الزهراء، واستدعت أيضا أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كان قد تزوجها جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار، فاستشهد عنها جعفر فتزوجها أبو بكر، وكانت قريبة من فاطمة الزهراء عليها السلام، بل كانت محرم أسرارها، فاستدعتها واستدعت أيضا زوجها أمير المؤمنين عليه السلام. يقول الإمام الصادق فأحضرت عليا فقالت يا ابن العم إنه قد نعيت إلي نفسي، وإنني لا أراني إلا لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي، أنا أحب أوصيك ببعض الأمور يا أمير المؤمنين.
فقال لها علي أمير المؤمنين أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله. فجلس عند رأسها وأخرج الأطفال من المنزل، الأطفال أخرجهم أرسلهم إلى بيت آخر وجلس هو والزهراء في غرفة واحدة. فقالت له يا ابن العم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. الله أكبر، شفت اليوم أنا كذبت يا أمير المؤمنين، هل خالفتك في أمر؟ فقال لها أمير المؤمنين معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله بأن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي مفارقتك وفقدك يا ابنة رسول الله، ولقد جددت علي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعظمت علي وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأمضها. يقول الإمام ثم بكي ساعة، ثم بكي ساعة جميعا، وأخذ رأسها وضمها إلى صدره، ثم قال لها أوصيني يا بنت رسول الله بما شئت، فإنك تجديني وفيا لما أوصيتني به، وإني أختار أمرك على أمري، اللي تأمريني أنا حاضر يا ابنة رسول الله. فقالت، كان عندها مجموعة من الوصايا البسيطة، لنستمع إلى وصايا الزهراء. قالت يا ابن العم إذا أنا مت فتزوج من بعدي ابنة أختي أمامة، فإنها تكون لولدي كمثلي. بعد ما أنا أموت تزوج أمامه ابنة أخت الزهراء ابنة زينب، هذه تكون للحسن والحسين كالزهراء عليه السلام. هذه الوصية الأولى. أما الوصية الثانية، قالت يا ابن العم وأوصيك ألا يشهد أحد من أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني، هؤلاء الذين ظلموني لا يشهدون جنازتي، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم. هذه الوصية الثالثة الثانية. أما الوصية الثالثة، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. تريد الزهراء أن تدفن بالليل، ليش؟ حتى تثبت مظلوميتها للناس. ولذلك أيها الأعزاء إذا ذهبتم إلى المدينة اليوم اسألوا عن قبر فاطمة، هل تجدونه؟ تجدون قبور الصحابة، قبور زوجات الرسول، بنات الرسول الأخريات، عن أي قبر تسألون تجدونه إلا قبر فاطمة. تقول أسماء بنت عميس في اليوم التالي حين دنت منها الوفاة، اغتسلت وتوضأت ودخلت في حجرتها، قالت يا أسماء إني داخلة إلى حجرتي فانتظري وقت الصلاة، فإن أنا لم أفق من نومتي فاعلمي أني راحلة إلى أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا جاء ولداي الحسن والحسين فقدمي لهما الطعام. تقول أسماء دخلت الزهراء في حجرتها وأغلقت الباب على نفسها. لما صار وقت الصلاة دنوت من الغرفة، قلت يا فاطمة الزهراء يا ابنة رسول الله ما أجابتني، يا ابنة خير المرسلين ما أجابتني. لما فتحت الباب وجدت فاطمة قد فارقت الحياة. مرت لحظات تقول أسماء وإذا بالحسن والحسين يطرقان الباب، فتحت لهما الباب، بمجرد أن دخلا سألا عن أمهما،
قال يا أسماء أين أمنا فاطمة؟ قلت سيدي إن طعامكما حاضر، هلما وكلا طعامكما. قال يا أسماء متى رأيتينا نأكل من دون أمنا فاطمة؟ تقول أسماء فأحس الحسن بالشر فأسرع إلى غرفة أمه، فرأى أمه ممددة في الأرض فرمى بنفسه على صدرها وهو يقول أمه كلميني قبل أن تنشق مرارتي فأموت. أما الحسين فأقبل ورمى بنفسه على قدميها وهو يقول أمه فاطمة كلميني فأنا ولدك الحسين، أكثر من البكاء. ثم قام وخرج وتوجه ناحية المسجد، وكان المسجد مكتظا بالناس فصار يبكيان. قال لهم الناس ما يبكيكما يا ابني رسول الله؟ قال أوليس قد ماتت أمنا فاطمة؟ لما سمع علي الخبر أغشي عليه وسقط إلى الأرض، جيء بماء فرشوه على وجهه، لما أفاق من نومته من غشوته أقبل راكضا مهرولا إلى بيت فاطمة وتقدم إلى البيت مسرعا وهو يقول نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. اللهم تقبل منا يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ولشفاء مرضانا وقضاء حوائجنا نقرأ السورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.